ينام وعنده مهام هذه مستحيلة. قائد عام قوات مسلحة ومسؤول عن الدنيا كلها يقعد يكتب رواية يعني؟ بعد عدوانات تعرضنا إليها قلت له شو أقرأ فيها؟ قال لي أنت أقرأها وأنت دبر حالك. أنا شاعر مقاومة لأني تذكر أنا من فلسطين. دخلوا عليهم الإسرائيليين وقتلوهم في ساعة 01. عنده مسدس، كان مستخدم المسدس، يبدو في رصاصتين ضارب. ياسر عرفات شو كان رد فعله؟